نرجع لمباراه طلائع الجيش. زي ما انت قلت كريم، كلنا مش راضيين عن الاداء العام لفرقتنا، في بعض السلبيات اكيد، برضو في بعض الايجابيات، لكن عايز اعرف رؤيتك من النواحي السلبيه اللي انت رصدتها في مباراه طلائع الجيش. انا حابب يا كابتن هاني في البدايه نغير الادوار. تمام، هعمل انا المذيع. حلو قوي، تعال. انا موافق حضرتك. انا موافق. اول سؤال لحضرتك، هل في اي اختلاف ان نجمي النادي الاهلي امبارح كانوا محمد الشناوي وجونيور اجاي؟ اكيد لا. حلو، محمد الشناوي مركزه حارس صح؟ مظبوط. تمام، وجونيور اجاي لاعب وينجر، وبقى له فتره كان بيعاني من الاصابه، خصوصا طبعا اكيد واضح جدا جدا جونيور اجاي مباراته قدام نادي الزمالك في فاينل دوري الابطال، مباراه التتويج بالتاسعه، كان واضح جدا ان هو متاثر لحد ما باصابه، وبعديها بعد المباراه دي غاب فتره ورجع اعتقد يعني فت فعلا بشكل مميز جدا في المباراه الاخيره، وعشان كده هو ظهر بالمستوى اللي احنا شايفينه كده. وبالتالي لما نقف على السؤال انا سالته حضرتك ده يا كابتن هاني، هنجد نقطه مهمه جدا، وهي ان امبارح احنا بنشيد بالحارس اللي هو اقل اللاعبين اجهادا، الحارس صعب جدا ان الحارس يطلع يقول انا مجهد من توالي المباريات، ان هو ما بيبذلش نفس المجهود اللي بيبذله اللعيبه على المستوى البدني. لا، على المستوى الذهني بيبقى في ارهاق، لكن على المستوى البدني لا طبعا اقل من اللعيبه، مفيش مقارنه بين اللعيبه. اكيد، جميل جدا. وجون اجاييه راجل راجع بعد فتره من الابتعاد عن المباريات، راجع فت قوي 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 بشكل مميز جدا، سواء بدني او حتى فني. صحيح. وبالتالي هو قدر ان هو امبارح بالسولو رول اللي عمله امبارح ده، المجهود الفردي الرائع، يعني الضوء عمل امبارح اجاي عمل دفاع وعمل هجوم، ده في هجمه قطعها وحولها من هجمه على النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي، وعمل هو الاسيست من على الطرف، عمل كل حاجه، وبيبين لا ان اجاي كان في قمه مستواه. طيب لما نبص يا كابتن هاني بقى للمراكز التاليه، اثنين مركز المساكين ايمن اشرف وبدر بنون، هما طبعا اثنين مساكين اقل برضه من مراكز اخرى في الاجهاد، لان المساك ما بيجريش وما بيعملش سبرنتات للامام او حتى سبرنتات عرضيه زي بقيه المراكز، ده امر صحيح. صحيح، وخاصه دايما النادي الاهلي هو بيكون عنده استحواذ، وبالتالي الفرق اللي بتهاجم النادي الاهلي كتير او بتعمل ضغط كتير على النادي الاهلي ما بيكونش كبير، وبالتالي مجهود بدر بنون وايمن اشرف معقول، مش هقول اوفرلود يعني. صحيح، بس بدر بنون عانى من اصابه عضليه في بدايه المباراه لما عمل تاكلنج على الارض، وواضح ان هو برده الى حد ما متاثر بتوالي المباريات والضغط المحطوط عليه. طيب لما نروح بقى على الفول باكس، هنشوف محمد هاني اللي احنا طبعا كلنا بلا استثناء حتى اللي بيشيب محمد هاني دايما او بينتقده، كلنا اتفقنا ان محمد هاني كان احد نجوم النادي الاهلي في المونديال. صحيح. قدام بايرن ميونخ، قدام بالميرس، قدام الدحيل، قدم مباريات ممتازه جدا جدا جدا. محمد هاني امبارح كان واضح جدا عليه الاجهاد، واضح جدا 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 عليه اجهاد. طيب عايزين بقى نقعد كده نمسك ورقه وقلم ونشوف الاسماء التاليه اللي هقولها. محمود وحيد بقى له فتره قاعد على الدكه، وبالتالي في المباريات الاخيره بدنيا هو كويس، ربما يكون في بعض المشاكل الفنيه لكن بدنيا صحيح رائع. نروح لخط الوسط، حمدي فتحي وعمرو السوليه، كان واضح ان في اجهاد شديد جدا، بان في ايه؟ بان ان احنا كنا اوت اوف بوزيشن في خط الوسط كتير في مباراه سيمبا ومباراه طلائع الجيش، وبسبب ده خسرنا الكوره الثانيه اللي كنت بتكلم فيها. الكوره الثانيه، وانا باكد كلامك ان عمليه الضغط اللي النادي الاهلي كان مميز بيها في نص الملعب قلت في الفترات الاخيره جدا، وبالتالي اللي بيتفرج حاسس ان في مساحات في وسط الملعب نتيجه عدم ضغط قوي من عمرو السوليه ومن حمدي فتحي. وبالتالي يا كابتن هاني حولنا الضغط بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه دايما اللي كان بيميزنا لتحليق، بقينا بنحلق. مزبوط. اكتر ما بنضغط، ده بسبب ايه؟ ان احنا بدنيا مش قادرين، دي الحقيقه. طيب نروح بقى لاهم اسم اللي بيدور عليه امبارح لغايه النهارده الكلام الكتير والتحليل الكتير والتعليق الكتير، وهو محمد مجدي قفشه. ومحمد مجدي قفشه هو في خطه النادي الاهلي هو البلاي ميكر، حلقه الوصل اللي بينزل نص الملعب عشان يبني الهجمه ويبدا يوزع للجناح اليمين سواء حسين الشحات او اجاييه او محمد شريف. مزبوط. اللي عاد للتشكيل الاساسي امبارح. انا النهارده جايب ثلاث حالات فقط هنقعد نتفرج عليهم عشان نثبت بس للساده المشاهدين نقطة مهمة جدا كابتن هاني، برضه حضرتك طبعا خبرة ولاعب تاريخي للكرة المصرية، تقول لنا رأيك فيها النهاردة. أنا كلاعب لما يوصل بيا الحد الأقصى من المجهود البدني، هل ده بيأثر عليا ذهنيا في قراراتي ولا لأ؟ مليون في المية، مليون في المية. وقبل ما أشوف الفيديوهات عايز أأكد لك كمان نقطة مهمة جدا الناس لازم تعرفها،
قوة مجدي قفشة نعم بياخدها من قوة حمدي وعمر. صحيح. ليه؟ صحيح. لأن حمدي وعمر لما بيقوموا أولا بعملية الضغط المباشر نعم واستخلاص الكرة نعم هيشيلوا مجهود بدني من على مجدي قفشه انه لازم يرجع معاهم ويؤدي الدور الهجومي. يعني احنا لو بنعمل ضغط وعمرو السوليه بيقطع وبيسلم مجدي قفشه مجدي هيبقى بنفسه. نعم. لو في عمليه الضغط قليله شويه هيضطر مجدي ان هو لازم يرجع ويقوم بادوار دفاعيه. صحيح. مضاعفه وبالتالي هيعمل مجهود مضاعف. جميل جدا. فده كمان ارتباط الاثنين الديفندر. نعم. برقم 10 ارتباط وثيق جدا لانه تقريبا احنا بنلعب 4-3-3 بس بشكل مختلف ان نعم. مجدي قفشه هو راس المثلث لحمدي فتحي وعمرو السوليه. واخد من كام حضرتك ان احنا لما نطبقه على تكتيك اللعب اللي اوريدي بيتسو موسيماني جاي بيه من سان داونز النادي الاهلي مع موسيماني بيلعب بوسيشن جيم او بيلعب صحيح. ماتش استحواذ. احنا بنلعب لعبه استحواذ بمعنى ايه؟ بنبدا الهجمه عند محمد الشناوي وبنعمل بيلدينج اب بتاعنا باس من قدم لقدم. صحيح. وبنتحول من الشكل الدفاعي الهجومي والكرة على الارض. ما بنلعبش كرات طوليه او ما بنلعبش مثلا كرات عرضيه مثلا زي نادي الزمالك. نادي الزمالك مثلا في طريقته مع باتشيكو واضحه جدا طريقه سهله وبسيطه وممكن اي فرقه في العالم تعملها. ودي الكوره على الجنب وارمي الكروس لداخل منطقه الجزاء واي حد يا جماعه يخطف الكوره بسبب هذه الطريقه السهله على المدافعين. اي فريق سواء كان قوي او متوسط او حتى في مؤخره الجدول زي وادي دجله لو مجرد بس وقف في 90 دقيقه صحيح داخل منطقه الجزاء يقدر ياخد منك تعادل. ولو عنده مهاجم سريع يقدر يخطفك في هجمه في اخر المباراه زي ما عمل غزل المحله بالزبط. وياخد منك الثلاث نقط. ليه؟ لان طريقتك مباشره بلعب كرات عرضيه وانتهى الموضوع. لكن النادي الاهلي طريقته صعبه بدنيا. طيب نروح لاول فيديو معانا وفيديو مدته اعتقد اللعبه اللي انا جبتها دي يا كابتن هاني مدتها دقيقه ونص. تعالوا نشوف كده مع بعض. دي كوره في اول 6 دقائق من مباراه النادي الاهلي بيعمل البيلدنج اب بتاعه والنادي طلاع الجيش بيضغط مش بيحلق. لعيبه بتضغط. اول كوره اتضغط عليها وتحولت لانفراد لعمرو جمال. بدر بانون قدر بامتياز يعمل التاكلنج ويمنع انفراد لطلاع الجيش دي في نفس الدقيقه. طيب الكرة رجعت لنا تاني وبدأنا ندور الكرة بالشكل بتاعنا بس واضح برضو كريم نعم. ان مستوى الحركة في سلو موشن شوية جدا في بطء جدا حتى على مستوى مقارنة بقبل كده قبل كاس العالم الاندية البيلدنج اب كان سريع. يعني كنا بنشوف ومفيش تحرك دون كرة مفيش تحرك اللعيبة واقفة. يعني لو نوقف الصورة كده مفيش تحرك. يعني طيب. مفيش تحرك احنا واقفين تقريبا نعم. الفجوه اللي المفروض يبقى فيها قفشه ما بين الخط الظهر وخط الوسط المفروض يكون من بدري في الحته ديت. نعم. في بطء في الحركه. صحيح. النادي الاهلي يعني. بالظبط احنا كل ده يا كابتن هاني بنحاول ان احنا نلاقي ثغره عشان نوصل بالزبط. بيها لمنطقه جزاء ان هي طلع جيش. بص احنا عمالين ندور الكره كتير ليه مش قادرين نوجد الثغره. طيب حولنا الكره من الجنب للجنب وايمن اشرف بدا ينطلق ونشوف مجدي قفشه بيحاول ينزل بيحاول ينزل هنا سرق المساحه لاجاييه. عشان يحاول يفتح المساحه ما قدرناش رجعنا بالكوره نلف بيها تاني. كل ده احنا لو ممكن بس نستوب هنا معلش لو نرجع سنه ونستوب هنلاقي ان في الجانب الايسر في 4 لعيبه على خط واحد من النادي الاهلي. لما نبص كده بعيننا في المساحه اللي في نص الملعب يا كابتن هاني فاضيه تماما فضية. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان احنا اوت اوف بوزيشن. اوت اوف بوزيشن كمان انا في رايي ان حمدي فتحي هو اوت اوف بوزيشن. حمدي نعم. فتحي المفروض يبقى قريب جدا من محمد هاني على القوس الناحيه دي نعم. على اساس تحويله اللعب تبقى اسرع. يعني لو حمدي فتحي فاتح الملعب شويه نعم. ناحيه على يمينه قريب من محمد هاني حتى الضغط لو كملنا الصوره الراجل بتاع طلائع الجيش مش هيقدر يضغط كده بالزبط. يبقى هياخد الكره ويسلم هاني وده اللي كان بيحصل قبل بالزبط. كده وبالتالي الكره بتترحل للطرف الاخر وغصب عننا بنعمل الميس باس اللي طبعا. بيحول الكره علينا لانفراد له اول انفراد لاحمد سمير في اول 6 دقائق. ولو شفنا الهجمه كابتن هاني الاول هنلاقي نستوب معلش هنلاقي ان احنا كان في انفراد هيروح بيه عمرو جمال انقذه بدر بانون وبعد كده احمد سمير خد. فكل اللي هنشوفه ده يا جماعه في اول 10 دقائق فبيدينا مؤشر لايه؟ مؤشر ان فعلا اللعيبه تعبانه بدنيا وبالتالي التعب البدني بيتحول لتعب ذهني بيخلوهم مش قادرين ياخدوا قرارات سريعه صحيح. قدام منافس فعلا بيعمل ضغط عالي. يعني بصراحه رغم الهزيمه احنا انا بشيد طبعا باداء طبعا طلع الجيش والكابتن رحيم بسيوني عملوا مباراه حلوه جدا جدا قدامنا بس طبعا فارق الفنيات الفرديه ما بين الفرقتين هو اللي حسم الثلاث نقط لينا في الاخر. دي اول حاله
كانت معانا ونشوف منها او نستنتج منها ان احنا فعلا تعبانين بدنيا، في تعب. طيب الكره اللي بعديها دي يا كابتن هاني دي في الدقيقه 10 احنا بنحاول نضغط لكن نستوب، معلش نرجع نستوب. النادي الاهلي بطبعه يا كابتن هاني دايما بيعمل الضغط بطول الملعب على المنافس، يعني بنضغط على المنافس من عند منطقه جزائه عشان نحول الهجمه اللي علينا لهجمه لينا، والضغط دايما بتاعنا بينقسم لشقين، شق ان المهاجم وصانع الالعاب بيضغطوا على حامل الكوره بالظبط. لو نستوب، معلش انا اسف بس عشان نشرح الحته دي صح، لو نفتكر ماتش الوداد يا كابتن هاني محمد مجدي قفشه حول هجمه على النادي الاهلي لانفراد للنادي الاهلي وخد منه الكوره وقدر ان هو يجيب الهدف. فبالتالي احنا مع موسيماني متعودين النادي الاهلي ما بيلعبش ضغط من نص ملعب، لا خالص، احنا بنضغط من نص ملعب المنافس وبنحاول نحول الهجمه من علينا. كريم انت فضل. انت في الاطار دوت احنا برضو عشان الناس يعني او احنا ما يعني بنطلع بعض السلبيات. نعم. لكن انت بتتكلم اوت اوف ذا بوكس، انت بتتكلم هو ليه النادي الاهلي ظهر تعبان وليه النادي الاهلي طبعا ما عملش الضغط المباشر، ليه كان في بطء في الاداء طبعا. فكل اللي بنجيبه دوت بيدل ان لا اللعيبه تعبانه، في جزء كبير جدا من الاجهاد. لا لازم هنحل الكوره يبقى ما نجيش النهارده نقول ايه ده موسيماني غلط في التشكيل الفلاني، لا ده اللعيب كان وحش، لا 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 لا. في نقطه مهمه ان اي موظف في الدنيا قبل ما يقدم الشغل التكنيكال او الفني بتاعه لازم يروح يبقى هو كويس، يعني هو بدنيا في كامل قوته. يعني النهارده مثلا لو انا مثلا مريض او عندي برد او عندي شيء اكيد مش هروح الشغل بتاعي لان انا تعبان اصلا، فاكيد محدش هيطلب مني ان اشتغل.